التحية تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار. هذه دعاء الحمادي ترحب بكم وتلتقيكم في نشرة جديدة من علوم الدار، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة يستقبل وفد تربويين من مختلف مدارس الدولة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين. محمد بن راشد يبعث رسالة خطية إلى رئيس الوزراء القطري تتضمن دعوة لحضور كوب 28. أهلا بكم. بحث صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وماليزيا وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويتسق مع أولويات التنمية والازدهار المستدام للبلدين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب سمو رئيس الدولة اليوم معالي أنور إبراهيم في قصر الشاطئ في أبوظبي، والذي نقل إلى سموه تحيات صاحب الجلالة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار، فيما حمله سموه أطيب التحيات والصحة والسعادة لماليزيا وشعبها ودوام الصحة والعافية، واستعرض الجانبان مسارات التعاون والفرص الطموحة لبناء شراكات مثمرة بين البلدين خاصة وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية دولة الإمارات وماليزيا. بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، استقبل صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفدا من المعلمين والتربويين من مختلف القطاعات التعليمية في الدولة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، ورحب سموه بالوفد خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، وتبادل معهم الأحاديث الودية وهنأ جميع المعلمين في دولة الإمارات والعالم بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يوافق 5 من شهر أكتوبر من كل عام. وأكد سموه خلال اللقاء أهمية دور المعلم الذي يعد جوهر العملية التعليمية وتأثيره في تنشئة الأجيال وتوعيتها وتوجيهها وإعدادها للمستقبل. من جانبهم أعرب المعلمون والتربويون عن خالص شكرهم وتقديرهم للاهتمام الخاص الذي يحظى به قطاع التعليم والمتابعة المستمرة من قبل صاحب سمو رئيس الدولة، مما كان له كبير الأثر في مواصلة تطوير المنظومة التعليمية. حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. نيابة عن صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي خلال فعالية أقيمت في جزيرة صير بنياز في أبو ظبي برنامج الإمارات لطاقة الرياح، ويعكس هذا المشروع المستدام حرص القيادة الرشيدة وإيمانها الراسخ بأهمية الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة منذ إطلاق أول مشروع من نوعه في دولة الإمارات ومنطقة الخليج من خلال إنشاء محطة توليد الطاقة بواسطة الرياح في جزيرة صير بنياس عام 2004. ويعتمد برنامج الإمارات لطاقة الرياح والذي كلفت شركة مصدر بتطويره بقدرة إنتاجية تبلغ 103.5 ميجاوات على أحدث التقنيات المتطورة والمبتكرة التي تتناسب مع سرعة الرياح المنخفضة، وقد تم تطويره وفقا لأحدث الابتكارات في علوم المواد والتحريك الهوائي. وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن الاستدامة والحفاظ على البيئة وصون مواردها منهج حياة رسخه المغفور لها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، من خلال رؤيته العميقة لجوهر هذا المحور وتأثيره الكبير في تقدم الأمم والشعوب بصفته مكونا رئيسيا من المكونات الحضارية لتاريخ البشرية.
من جانب آخر بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة خطية إلى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 30 من نوفمبر إلى 12 من ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي. سلم الرسالة إلى معاليه سعادة الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى دولة قطر. بمناسبة يوم المعلم العالمي الذي يصادف اليوم 5 أكتوبر من كل عام، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن المعلم أشرف وظيفة عرفها البشر، والأنبياء معلمون للناس الخير، والقادة معلمون وقدوات لشعوبهم، وذلك بمناسبة يوم المعلم العالمي. ونشر سموه تدوينة في حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إكس: المعلم أشرف وظيفة عرفها البشر، الأنبياء معلمون للناس الخير، القادة معلمون وقدوات لشعوبهم، الأمهات والآباء معلمون في أسرهم، الأم مدرسة، كلنا معلمون. وفي يوم المعلم نشكو ونقدر جميع المعلمين والمعلمات المخلصين في مهامهم الوطنية، من مدارسنا نرى مستقبل بلادنا. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 41 لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برئاسة عبد الله عبد الرحمن الشيباني ومحمد عبد الله التوحيدي نائبا للرئيس. كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرسوم رقم 42 لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الاتصال المتخصصة نداء برئاسة حمد عبيد المنصوري ويوسف عبد الملك أهلي نائبا للرئيس، ويعمل بالمرسومين من تاريخ صدورهما وينشران في الجريدة الرسمية. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة معالي ريكاردو كابريسس نائب رئيس الوزراء وزير التجارة الخارجية والاستثمارات في جمهورية كوبا. وبحث سموه نائب رئيس الوزراء وزير التجارة الخارجية خلال اللقاء مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وكوبا وفرص تعزيزه وتطوير آفاقه في جميع المجالات والتي تتسق مع أولويات البلدين في تحقيق التنمية والازدهار المستدام لشعبيهما. كما تبادل سموه نائب رئيس الوزراء الكوبي وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك. هذا وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة أن استضافة دولة الإمارات كونغرس المجلس الدولي للأرشيف 2023 الذي تستضيفه أبو ظبي خلال الفترة من 9 إلى 13 من شهر أكتوبر الجاري تأتي تأكيدا للاهتمام الذي توليه الدولة بالمحافظة على التراث الإنساني والثقافي والمعرفي على المستويين المحلي والعالمي، وحرصها على ربط مراحل التاريخ الإنساني ببعضها البعض حتى تتناقلها الأجيال بشكل علمي وموثوق. وقال سموه إن اجتماع العلماء والخبراء والمتخصصين في هذا المجال الحيوي من مختلف أنحاء العالم يمثل فرصة لبحث واقع الأرشفة والتوثيق والحفظ ومدى مواكبة هذا الحقل المعرفي للتطورات التي يشهدها العالم في المجالات المختلفة، لافتاً سموه إلى أهمية العمل على استغلال وتوظيف التقنيات الحديثة والابتكارات العلمية غير المسبوقة التي يشهدها عالمنا اليوم في خدمة علم الأرشفة والبحث عن خيارات جديدة تسهل على المشتغلين فيه من ناحية وتيسر للمستخدمين والدارسين مسألة الرجوع إلى الوثائق والموارد المؤرشفة والاستفادة منها من ناحية ثانية. وأضاف سموه أن اجتماع هذه النخبة العالمية المتخصصة في مجال الأرشفة والتوثيق وتبادل المعارف والخبرات والأفكار فيما بينهم على المستويين المؤسسي والفردي سيوجد ابتكارات وإبداعات وأفكار ونتائج تفتح آفاق جديدة وتحقق نقلات نوعية في أساليب وطرق حفظ الوثائق والمستندات ومصادر المعرفة.
وحث سموه جميع الجهات المعنية على الاستفادة من فرصة انعقاد هذا الحدث العالمي على أرض الإمارات لإكساب مختصيها وكوادرها العاملة في الأرشفة والتوثيق المعارف والخبرات التي ترتقي بقدراتهم وتمكنهم من الإسهام بشكل فاعل في تطوير هذا المجال. وأشاد سموه بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة للكونغرس وشركاؤها في الأعداد له وفي اختيار الموضوعات التي سيتناولها ليتناسب الحدث مع ما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور ونهضة. وبمناسبة يوم المعلم العالمي، قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في تغريدة عبر منصة إكس بمناسبة يوم المعلم العالمي: في اليوم العالمي للمعلمين أهنئ المعلمين في الإمارات والعالم وأثني على دورهم في تنشئة الأجيال وإعدادهم للمستقبل. دور المعلم محوري في تطوير المنظومة التعليمية وأساليب التدريس بما يعزز رؤية الدولة في مجال التعليم. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على أهمية دور المعلمين ورسالتهم السامية في تطوير الأجيال وإعدادها للإسهام في بناء مستقبل أفضل للبشرية. جاء هذا خلال استقبال سموه في قصر رميلة الفائزين بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، والتي تقام بالتزامن مع احتفال الإمارات بيوم المعلم العالمي. وهنأ سموه خلال اللقاء المعلمات على هذا الإنجاز المميز، مؤكدا أن الفوز بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم تأكيد على مدى الاهتمام الذي يحظى به المعلمون في الدولة وتقديرهم لدورهم المحوري والإنساني ومساهمتهم الفاعلة في تنشئة الأجيال القادرة على مواصلة مسيرة الاتحاد الناجحة. وبمناسبة يوم المعلم العالمي أيضا، وجه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية تحية خالصة إلى المعلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة يوم المعلم العالمي، مؤكدا على دورهم المحوري كحجر أساس تبنى عليه الأمم عبر رعاية أجيال المستقبل. وفي بيان بمناسبة هذا اليوم المهم، أكد سموه على الدعم المستمر الذي تقدمه قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع التعليم وبالأخص للمعلمين. وشدد سموه على الدور المحوري للمعلمين في إعداد طلاب دولة الإمارات ليكونوا متسلحين بالمعرفة والقيم والصفات القيادية التي تمكنهم من المساهمة بشكل فعال في تنمية الوطن. كما أشار سموه إلى دور المعلمين في تنمية التفكير النقدي والإبداعي في جميع المستويات التعليمية. هذا ونوه سموه بأهمية تكامل دور أولياء الأمور مع المعلمين من خلال التواصل والمشاركة المتجددة بهدف تنمية الأجيال القادمة من رواد وقادة المستقبل. كرم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان المعلمين الفائزين بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم بدورتها الرابعة بعد انتهاء مرحلة التصويت النهائي للمعلمين المتأهلين، وهنأ سموه الفائزين بالجائزة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح ومواصلة بذل مزيد من الجهود للارتقاء نحو الأفضل، مضيفا أن الاهتمام بالمعلم هو نهج راسخ في دولة الإمارات. وأعلن عن المعلمين الفائزين خلال حفل نظمته الجائزة، إذ بلغ عدد المعلمين المتأهلين للمرحلة النهائية 25 معلما قدموا 25 مبادرة ريادية تتعلق بتطوير التعليم ومجتمع التعليم في مختلف المجالات مثل الطاقة النظيفة والاستدامة والميتافيرس والتطبيقات الذكية التعليمية ودعم أصحاب الهمم والتعلم عن بعد. وفاز بالجائزة المعلم الدكتور سلطان العنزي من المملكة العربية السعودية، وجاءت في المركز الثاني المعلمة سليمة عبد الله السعدي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي المركز الثالث المعلم أحمد ربحي أبو شندي من المملكة الأردنية الهاشمية. وطورت الجائزة في دورتها الحالية معاييرها بإضافات جديدة لتتيح تكريم كوكبة جديدة من المعلمين الذين خدموا أكثر الميادين التعليمية. وعما تحمله جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم في مضمونها، أكد تربويون أن الجائزة تسهم في استشراف العمل التربوي وبناء أجيال القادرة على قيادة دفة المستقبل ومعالجة مختلف تحدياته. حاب اليوم أهنأ المعلمين المتميزين المشاركين في جائزة صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله. طبعا هذا دليل على ماذا؟ حرص القيادة الرشيدة على دعم المعلمين، لأنهم هم المحور الأساسي في الحركة التعليمية للنهوض بهذه الحركة والنهوض بجيل مثقف يعني ينافس البيئات التعليمية على مستوى العالم. طبعا أشكر قادتنا اللي قدرت جهود المعلم اللي يبذلونها في الميدان وقدموا لنا هذه الجائزة الرائعة
لتكون حافز عظيم من أجل العمل وبذل المزيد من الجهد إن شاء الله في السنوات القادمة. تعجز الكلمات عن وصف يعني هالفرحة الصراحة، ويكفي أن الجائزة باسم طويل العمر محمد بن زايد، هذا الشيء شرف لنا وشكر مجرد أن شوفت الشيخ وشكر الشيخ بن محمد بن زايد لنا إحنا كمعلمين، هذا فخر وما نحتاج أي شيء يعني. إن شاء الله في المرة القادمة سأشارك في هذه المسابقة وسأكون من الفائزين الذين يحظون بشرف مقابلة الشيخ محمد بن زايد. شكرا قيادتنا الرشيدة، شكرا على تكريم المعلم وإعطائه حقه في يوم المعلم في هذه الجائزة. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا حاليا في استوديو علوم الدار الدكتور حمد أحمد الدرمكي الأمين العام لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، حياك الله دكتور حمد. وفي البداية نبارك لكم هذا الإنجاز، ودعنا نتحدث كيف تنشئ الجائزة فكرا تربويا استثنائيا عبر تعزيز التنافسية، خلينا نقول الإيجابية بين المعلمين. بداية نتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نهيان حفظه الله ورعاه على دعمه اللامحدود للتعليم والمعلم، وأيضا بالأصالة عن نفسي وعن جميع المعلمين المتقدمين في الجائزة يرفعون أسمايات الشكر على دعما اللامحدود للمعلمين، وكذلك استقبال لهم في قصر البحر كان أثره جدا إيجابي، وأيضا حمسهم أن يستمرون بالعطاء سواء إذا تاحت لهم فرصة في الجوائز الأخرى أو حتى في دعم المعلمين الآخرين المشاركة في الجائزة. طبعا انشأت الجائزة في 2017، طبعا هذا بناء على الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة. وجهوا إلى إنشاء جائزة تعنى في المعلم، لأنه يعتبر هو اللبنة الأساسية للتعليم. طبعا معلمنا الأول هو صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد نهيان حفظ الله ورعاه، هو الملهم، هو ذو الفكر النير، وأيضا استشفينا بعض المعايير أو غالب المعايير من رؤيته السديدة في وين نبي نوصل في المعلم في المستقبل. طبعا اطلعنا على مختلف المعايير على مستوى العالم، اطلعنا على تقارير دولية في مجال التعليم وما هي أهم التحديات اللي واجهها المعلم. لقيت تحديات كثيرة وتم تطوير المعايير بما يخدم في حل هذه التحديات. طبعا الجائزة دورتها الرابعة تعتبر استثنائية، لأن الدورات السابقة كانت على مدى سنة تقريبا، فالدورة الرابعة على مدى سنتين عززنا الفكر العمل الجماعي لدى المعلمين، كذلك عززنا لهم مهارات إدارة المشاريع وكيف يديرون مشروع. اكتشفنا أن المعلمين عندهم قابلية كبيرة جدا للتطوير، ليس فقط في الصف وإنما إذا اتيحت له الفرصة فتلاقي فرص كبيرة جدا، وإنه يقدر يبدأ مبادرات داعمة للمجتمع التربوي. يعني على سبيل المثال عندنا في المعلم الأول اللي فاز بالجائزة قام بمبادرة ريادية بتمويل الجائزة، طور صف مطبق في أنظمة التقنيات الحديثة والفي آر في النيجر، يعني انتقل هناك ونقل الفكر التربوي هناك بناء على المعطيات اللي احنا وفرناها. وكذلك احنا دائما سباقين في رفض معارف المعلمين بافضل واحدث المعارف اللي تخدم الحقل. دكتور حمد، اذا نتحدث عن استشراف العمل التربوي وبناء اجيال قادره على قياده دفه المستقبل، كذلك معالجه مختلف تحديات هذا الزمن، دعنا نتحدث كيف عززت هذه الجائزه كل تلك النقاط بايجابيه وفعاله. نحن من اليوم الاول من انطلاق الجائزه تبنينا مفاهيم الرشاقه المؤسسيه والمرونه المؤسسيه، لان حقل التعليم لا يقل سرعه عن مجالات مختلفة في الحياة، فنحن دائما في كل دورة نطور معايير الجائزة بما يخدم مهارات المعلم القانون 21. نحن طبعا عززنا مفاهيم أن دور المعلم لا يبقى في الصف ولا يبقى فقط مع الطلبة اللي عنده في الصف، إنما يمتد لزملائه، نشر التميز ومهارات الأداء التربوي، وأيضا تبنيه لأفضل المهارات اللي نحن نحاول نوفرها في منصاتنا التربوية وأيضا في لقاءاتنا وينقلها إلى الطلبة. يعني من ضمن معايير الجائزة مثلا أن لازم المعلم يشرك الطلبة في الإبداع والابتكار. أيضا مهم جدا المعلم أنه يثقف الطلبة بالخطة الاستراتيجية لدولته. بلا شك هذا أهم شيء أكيد دكتور حمد. الحوار لا ينتهي على فضل المعلم ودوره وأنه هو الأساس في كل حاجة. دكتور حمد أحمد الدرمكي الأمين العام لجائزة محمد بن زايد لأفضل المعلم، شكرا لوجودك معي اليوم في الاستديو. شكرا جدا. شكرا لك. مشاهدينا، يحظى المعلمون بتقدير عال على المستويين الرسمي والشعبي في الإمارات، والتي تولي اهتماما كبيرا بتوفير أشكال الدعم والرعاية كافة للمعلمين وأدوارهم المرتبطة بشكل وثيق بكل خطط التنمية واستراتيجيات التطور المستقبلية. تحرص الدولة على الاحتفال بيوم المعلم العالمي في كل عام تعبيرا عن فخرها واعتزازها بمكانة المعلم في المجتمع ودوره في بناء أجيال المستقبل والارتقاء بجودة مخرجات التعليم والمنظومة التعليمية ككل. يوم المعلم في تقرير ندى أزعبي، فنتابع.
المدرسة هو المكان الذي يتعلم فيه الطلاب ويقضون وقتهم بممارسة الأنشطة المختلفة التي تغرس فيهم حب العلم والتعلم. يبدأ اليوم الدراسي بطابور صباحي. تليها حصص دراسية يدعمها المعلمون يوجهون الأجيال الصاعدة نحو الريادة وبناء مستقبل مشرق. يوم المعلم العالمي الذي يحتفل به اليوم 5 أكتوبر من كل عام يوم يضيء فيه المعلمون والطلبة شمعة جديدة في عالم الابتكار وتحقيق التميز. شكرا جزيلكم يا معلمتي كثيرا. أحب معلماتي كثيرا. أحب أشكر معلماتي عشان درسوني وتعبوا عشان يفهمون الطلاب. وراء كل شخص حكاية، وخلف حب الميدان التربوي حكاية أخرى. سبب اختياري مهنة التدريس كان أن الوالد والوالدة في مجال التدريس هيئوا هذا الولد أن يكون مدرس ويخدم أبناء الدولة. أيضا جامعة محمد بن زايد للأمانة كان لهم دور كبير في إنشاء شخصيتي كمدرس. ولأن مجال التعليم مستمر تسعى الإمارات بشكل دائم إلى إطلاق المبادرات التحفيزية التي تسلط الضوء على المعلم وتقف بجانبه في محنه ومصاعبه. مهنة التدريس مختلفة لماذا؟ مهنة التدريس مختلفة لأنك تتعامل مع أطفال سيصبحون في يوم من الأيام هم القادة وهم من يحملون راية دولة الإمارات العربية المتحدة، صناع المجد للمستقبل. وخلال 50 عاما الأولى من عمر اتحاد الدولة قفز عدد المدرسين في التعليم العام في الإمارات بنسبة زيادة وصلت إلى 1853%. في يوم المعلم نقف إجلالا واحتراما وتقديرا لمربي الأجيال وصانعي الأمجاد. لمركز الاتحاد للأخبار، ندى الزعابي، أبوظبي. مشاهدينا للأخبار بقية وتتابعونا بعد الفاصل. انتخابات الوطنية، تسهيلات نوعية وحلول تكنولوجية لتعزيز المشاركة السياسية. جديد في نشرتكم علوم الدار. تبذل دولة الإمارات جهودا كبيرة لتوفير جميع الإمكانات والتسهيلات بما يضمن نجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 التي بدأت في 4 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 7 من الشهر ذاته لاختيار نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بما يرسخ النجاحات التي تحققت خلال الدورات الانتخابية السابقة ويعكس نضج التجربة البرلمانية في الدولة. تمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 تجسيداً عملياً للتطور النوعي للعملية الانتخابية وخطوة متقدمة تعزز من خلالها الإمارات تجربتها في التمكين السياسي، بما شهدته هذه الدورة من تطور في الإجراءات التنظيمية والتقنية والفنية واللوجستية، بدءاً من التحقق من ورود أسماء المواطنين في قوائم الهيئات الانتخابية وسهولة الإجراءات في عملية تسجيل المرشحين وتنظيم الحملات الانتخابية، وانتهاءً بتطوير أنظمة التصويت، حيث تم استحداث نظام التصويت عن بعد للمرة الأولى في الانتخابات ليواكب التحول الرقمي في الدولة ويصبح أكثر سهولة وكفاءة وفق أفضل معايير السرعة والدقة. كما تم استحداث نظام التصويت الهجين، وهو نظام تصويت مختلط يجمع بين نظام التصويت عن بعد ونظام التصويت الإلكتروني في مقار مراكز الانتخاب، حيث يعد نظام التصويت الهجين الأحدث والأكثر كفاءة. وقد اعتمدت اللجنة نظام التصويت المبكر خلال 4 و5 أكتوبر الجاري، وذلك عن طريق التصويت عن بعد أو التصويت الإلكتروني في 9 مراكز انتخاب تم اعتمادها على مستوى الدولة. كما تم تخصيص يوم الجمعة 6 من الشهر ذاته للتصويت عن بعد فقط، وتم تخصيص 24 مركزاً انتخابياً للتصويت الإلكتروني في يوم الانتخاب الرئيسي في 7 أكتوبر الجاري موزعة على إمارات الدولة.
كما حرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على توفير جميع التسهيلات لأصحاب الهمم للمشاركة بفعالية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في إطار الجهود لتمكينهم سياسياً من خلال تمكين الناخبين من أصحاب الهمم من استخدام التصويت عن بعد، إضافة لتوفير كافة الخدمات لهم والإجراءات الخاصة في مراكز التصويت بما يتناسب مع حالاتهم لضمان ممارسة حقهم بالتصويت بسهولة وخصوصية. وكان زميل مهدي سليمان قد وافانا برسالة من مركز الطاقة في أبوظبي عن مجريات الانتخابات في يومها الثاني. نعم، تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام. اتفق الناخبون اليوم في مشاركتهم وإدلائهم بأصواتهم ليس على المشاركة في انتخاب مرشحهم فقط، وإنما انتخابهم ومشاركتهم كان من أجل حب هذا الوطن، وذلك تلبية لرؤية القيادة الرشيدة في بناء هذا الوطن ورفعته من أجل المواطن، ومن أجل أن تكون الإمارات دائما في على هرم الدول المتقدمة عالميا بروح برلمانية، بروح انتخابية يشارك فيها المواطن في اختيار من يمثلهم، في أن يكون صلة ما بين القيادة والشعب. اليوم هنا في مركز الطاقة في ثاني أيام الانتخابات جرت طريقة الانتخاب بشكل انسيابي وكانت الحركة دؤوبة، وأيضا شهدنا ذلك التسهيل الرائع جدا من المتطوعين من الجنسين الذين شاركوا الجميع في حتى في تدريب المصوتين وأيضا في اختيار مرشحهم. كيفية الطريقة تم طبعا توصيتهم كيف تجري الأمور، وأيضا تم إعلامهم بأن هناك مواقع إلكترونية إذا أرادوا، خاصة أن يوم الجمعة يوم غد سيكون الاقتراع فقط عن طريق الموقع الإلكتروني وليس بالحضور. هذا كل ما شهدناه اليوم. عودة للأستوديو وإلى أحمد الطنيجي من مركز رأس الخيمة للمعارض الذي وافانا عن سير العملية الانتخابية هناك. نعم دعاء، تواجد حاليا هنا مباشرة من مركز رأس الخيمة للمعارض، هذا المركز الرئيس لانتخابات المجلس الوطني هنا في إمارة رأس الخيمة. في 6 مساء اليوم تم إغلاق المركز كبقية المراكز الانتخابية في الدولة، ولكن ربما لاحظنا خلال اليومين الماضيين ازدحاما كبيرا، وهناك نشاط فاعل حقيقة من قبل الناخبين للحضور والتصويت بالرغم من وجود تصويت عن بعد الإلكتروني. دعاء، من خلال يعني وجود اللجنة الوطنية للانتخابات لاحظنا سهولة دخول الناخبين تصويتهم، ربما رصدنا الوقت المستغرق لم يستغرق أكثر من 4 دقائق بعد التأكد من هوية الشخص الناخب هنا لاختياره للمرشحين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. طبعا هنا في إمارة رأس الخيمة 33 مرشحا على قائمة الانتخابات في اختيار 3 مقاعد منتخبة من أصل 6 مقاعد مخصصة لإمارة رأس الخيمة في المجلس الوطني الاتحادي بما يشكل 50%. ما في شك يفصلنا يومان عن اليوم الرئيس للانتخاب يوم السبت القادم بعد غد، وبالتأكيد سيكون يوم وطني خالص يؤكد مسيرة التلاحم ويعزز المكتسبات الوطنية التي تحققت في الفترة الماضية في الدورات الماضية لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني، وبالتأكيد سيكون يوما جميلا يجسد التلاحم الشعبي لإنجاح مسيرة التمكين السياسي هنا في دولة الإمارات، وكذلك يؤكد حرص الناخبين والمرشحين للوصول إلى مجلس منتخب بطريقة جميلة تؤكد وتعزز التلاحم ومرحلة التمكين التي دعت إليها القيادة في دولة الإمارات. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل في أخبار العالم. فرنسا تبدأ سحب قواتها من النيجر خلال أيام على أن يعود آخر جندي إلى باريس بحلول نهاية العام. أهلا بكم من جديد، والآن إلى جولة في أخبار العالم.
وصل وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي إلى العاصمة التركية في زيارة رسمية يبحث خلالها قضايا الأمن والدفاع المشترك. وقالت وزارة الدفاع التركية أن وزير الدفاع التركي شارغولر ونظيره العراقي ثابت العباسي بحثا خلال محادثات جرت اليوم الخطوات المشتركة المحتملة بشأن مكافحة الإرهاب وأمن الحدود. ويزور العباسي أنقرة بعد أن نفذت تركيا ضربات جوية في شمال العراق على أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني بعد أن قالت أنه دبر أول هجوم بقنبلة في العاصمة التركية منذ سنوات. تبدأ فرنسا سحب قواتها من النيجر بعد أيام، وذلك بعدما قال الرئيس مانويل ماكرون الشهر الماضي أنه يرفض احتجازه رهينة للمجلس العسكري الحاكم هناك وأنه سينهي التعاون العسكري مع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان اليوم أن القوات ستعود إلى فرنسا وأن الخروج العسكري سيكتمل بنهاية العام، ويترك قرار سحب 1500 جندي من النيجر فراغا في الجهود الغربية لمكافحة تمرد جماعات مسلحة متشددة مستمر منذ نحو 10 سنوات. في مستجدات أخرى، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم أنه سيشارك في اجتماع قادة أوروبا في مدينة غرناطة في إسبانيا لضمان أمن واستقرار البيت الأوروبي المشترك. وقال زيلنسكي أن أوكرانيا لديها مقترحات جوهرية في هذا الصدد، وأضاف أنه يريد التركيز على منطقة البحر الأسود والأمن الغذائي العالمي وحرية الملاحة في القمة. هذا وتعاني أوكرانيا صعوبة في تصدير كميات كبيرة من منتجاتها الزراعية منذ أن أغلقت روسيا موانئها على البحر الأسود. في سياق متصل، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم أن الدفاعات الجوية اعترضت 24 من إجمالي 29 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على أراضيها الليلة الماضية. وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن الطائرات المسيرة اعترضت فوق منطقتي أوديسا وميكولايف في الجنوب وكذلك منطقة كيروفراد بوسط البلاد. وأضافت القوات أن منشأة لم تحددها للبنية التحتية تعرضت للقصف في منطقة كيروفراد وتم إخماد الحريق الناجم عن القصف ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا. قبل الختام، مشاهدينا نلقي الضوء على جناح دولة الإمارات المشارك في الملتقى الدولي للتمر في دورته 12 بمدينة أرفورد جنوب المملكة المغربية، الذي يحتضن مزارعي ومنتجي ومصنعي التمور من دولة الإمارات، كما يحتضن عددا من الدول المنتجة للتمور، حيث بلغ عدد الجهات المشاركة تحت مظلة جناح الإمارات 26 جهة تمثل القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني العاملين في زراعة النخيل وإنتاج التمور. وتمثل المشاركة الإماراتية في هذا الملتقى علامة فارقة كما ونوعا بصفتها شريكا رسميا في الملتقى، ممثلة بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي. شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن وكرم المتابعة، وفي أمان الله.